السلام عليكم شباب، إن شاء الله نكمل مع بعض الـ Basics of Biochemistry. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ Genetic Information، المعلومات الوراثية موجودة عندنا في جسمنا في صورة إيه. قبل ما نشوف تفاصيل على الميتابوليزم بتاع النيوكليك اسيدز، طبعا احنا عرفنا ان احنا لازم نبتدي بمين، بالكيمستري، نعرف ايه هي الكيمياء بتاعتها، الاستراكشر والتركيب بتاعها الخاص بيها. النيوكليك اسيدز بقى اللي موجوده في الخليه بتبقى موجوده في صوره ايه؟ بتبقى موجوده في صوره ال دي ان ايه، اللي هو بنسميه الاختصار بتاع ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد او رايبو نيوكليك اسيد. ومن الصوره واضح قدامكم يا شباب ان ده تو ستراند، او يعني اتنين، ده واحد وده التاني دبل هيليكس، وده سنجل ستراند، وفي هنا الوان كده لذيذه لونها اخضر واسمر وموف. دول مين؟ والازرق دول اللي هم القواعد النيتروجينيه. هنتعرف ان شاء الله ايه هي القواعد النيتروجينيه اللي موجوده في الدي ان ايه، ايه اللي موجوده في الار ان ايه، وايه الاختلافات اللي موجوده ما بينهم. الجينيتك انفورميشن مين اللي موجوده فين في الدي ان ايه. بعد كده هنعرف انها بتتنقل لمين، للار ان ايه، عشان يحصل لها ترجمه ترانسليشن وتديني البروتينات. الدي ان ايه بقى هندخل ونتكلم في التفصيل دلوقتي على الدي ان ايه، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على الار ان ايه. الدي ان ايه موجود في سبرة الكروموسومات، موجود داخل النواة عندنا، وبرضك عندنا الميتوكوندريا بتحتوي على دي ان ايه خاص بيها، فبنسميها نيوكليير دي ان ايه وميتوكوندريال دي ان ايه. طيب البروكاريوتكس ساتش از البكتيريا، طب بالنسبه للبروكاريوتكس مثلا زي البكتيريا، البكتيريا طبعا احنا عارفين ان هي ما بتحتويش على نواه، فبيبقى الدي ان ايه موجود عادي كده في الايه، في السيتوبلازم الخاص بيها، ده اللي بنسميه كروموسوم الدي ان ايه. ولكن في نفس الوقت برضو البكتيريا بتحتوي على سيركولار، هتلاقيها سيركل اهي، دي ان ايه كولد بلازميد، بيبقى عليها بعض الجينات البسيطه خالص. الجينات دي بتقول للبكتيريا تقدري مثلا تعيشي في كونديشن معينه، زي مثلا انفايرمنت تكون فيها املاح عالية او توكسينز، او ان هي مثلا تقدر تعمل ريزيستنس ومقاومة لبعض مثلا الانتيبيوتكس، ده بيكون بسبب البلازمز اللي موجودة فيها. طيب بالنسبة للبلانت، البلانت برضو في الدي ان ايه موجود في مكانين مختلفين، موجود في النواة وموجود في الكلوروبلاست اللي بنسميه كلوروبلاست دي ان ايه. لازم نعرف برضو مش بس البروتينات، قصدي البلانت او البكتيريا او الخلايا الايوكاريوتيك فيها دي ان ايه، ولكن الفيروسات، في انواع من انواع الفيروسات بيكون النيوكليك اسيدز اللي موجوده فيها او الجينيتك انفورميشن بتبقى موجوده في صوره دي ان ايه، such as مثلا ادينو فيروس او تي ايفن بكتيريوفاج، دي موجوده برضو بتحمل الجيناتيك انفورميشن بتاعتها عباره عن دي ان ايه. اما في بعض الفيروسات بتكون الجيناتيك انفورميشن اللي فيها مينلي موجوده في صوره مين، موجوده في صوره ار ان ايه، such as مين التوباكو موزايك فيروس والانفلونزا فيروس. يبقى انا دلوقتي النيوكليك اسيدز ممكن تكون موجوده في الخلايا الهيومن مثلا او الايوكاريوتيك سيلز في اتنين فورم، في النيوكليس وفين في الميتوكوندري، موجوده في البلانت في النيوكليس، وموجوده في مين في الكلوروبلاست. طب موجوده في البكتيريا، البكتيريا موجوده في صوره الكروموسومال دي ان ايه اللي موجوده في السيتوبلازم وفي صوره البلازميد. اما الفيروسات الجينيتك انفورميشن بتاعتها ما بتكونش دي ان ايه بس، بتكون احتمال تكون دي ان ايه او احتمال تكون ار ان ايه، تعتمد على مين نوع الفيروس اللي موجود. طيب مسؤول عن ايه بقى الدي ان ايه؟ الدي ان ايه مسؤول طبعا عن نقل الجينيتك انفورميشن اللي موجوده من جينيريشن تو انذر جينيريشن. طيب هي بتتنقل ازاي؟ عن طريق طبعا ان الايج مثلا او السبيرم الاثنين موجود شايلين الدي ان ايه واللي فيه الجيناتيك انفورميشن او الصفات الوراثيه اللي موجوده في الام، وعندنا السبيرم فيه بردك الكروموسومات الخاصه بيه، والكروموسومات فيها دي ان ايه اللي هو عباره عن دي ان ايه اللي هي تحمل مين الكارل جيناتيك انفورميشن من مين،
من الفازر. طبعا لما بيحصل فيرتلايزيشن بيحصل ان الجنين بياخد 1 كوبي نسخه من كل جين من الكروموسومات اللي موجوده، فبيحصل طبعا ان الجنين بيحمل الصفات الوراثيه اللي ناتجه عن الام والاب. طيب الدي ان ايه لما فعلا كاري جينيتيك انفورميشن هينقلها ازاي للخلايا مثلا؟ وليكن لو في خليه وهيحصل لها انقسام عشان تديني تو دوتر سيلز، لو عشان تديني تو دوتر سيلز الدي ان ايه ده لازم يحصل له ريبليكيشن خلاص. طيب لو انا دلوقتي عايز المعلومه الجينيتيك انفورميشن الموجوده على الدي ان ايه تترجم في صوره بروتين، لازم في الاول الدي ان ايه يحصل له نسخ، القواعد النيتروجينيه اللي موجوده فيه تتنسخ لصوره مين؟ ار ان ايه. والار ان ايه ده يخرج من النيوكليس ويروح للسيتوبلازم عشان يترجم بقى النيوكليوتيد سيكونس اللي موجود في الار ان ايه عشان يديني يترجم في صوره مين؟ امينو اسيدز في صوره البروتينات، ودي بنسميها مرحله ترانسليشن. ريبليكيشن او ترانسكريبشن او ترانسليشن دول بنسميهم السنترال دوجما، الاساس بتاع الجينيتك انفورميشن ونقل الجينيتك انفورميشن فروم سيلز تو سيلز او الاكسبريشن اوف جينز. طيب نتعرف بقى على الدي ان ايه كده، نتكلم فيه شويه ديتيلز هتتذكر معانا في الكلام ده الثانويه العامه تمام. طبعا احنا عارفين ان الدي ان ايه بيعتمد على بيتكون من بولينيوكليوتيدز. بولينيوكليوتيدز يعني ايه؟ عديد النيوكليوتيد. طب هي ايه النيوكليوتيدز اللي موجوده في الدي ان ايه؟ موجوده عندي ثيمين، موجوده عندي ادينين، موجوده عندي سيتوزين، وموجوده عندي جوانوزين. طيب السنجل ستراند من الدي ان ايه لو احنا بصينا كده في الصوره يا شباب هتيجي تبص هتلاقيه بيبدا عند الفايف برايم وينتهي عند الثري برايم. طيب النيوكليوتيد الواحده ده اهي اللي هي سايمدين دي، سايمدين دي معناها انها ارتبطت خلاص عندي شجر وعندي مين وعندي النيوكليوتيد مرتبطين مع بعض. طيب النيوكليوتيد مع انذر نيوكليوتيد يرتبطوا مع بعض ازاي؟ قال لك بيرتبطوا عن طريق تكوين فوسفودايستر بوند. طب الفوسفودايستر بوند دي بتتكون ازاي؟ في انهي اتجاه؟ قال لك عند الكربون رقم 3 من الريبوز او من الديوكسي ريبوز بيكون فيها او اتش. الاو اتش دي بتكون فوسفات بوند او فوسفودايستر بوند مع الاو اتش اللي في الكربونه رقم 5، عشان كده بنسميها في الاتجاه 3 برايم تو 5 برايم فوسفودايستر بوند. اما الاستراند بتاع الدي ان ايه بنسميه 5 برايم تو 3 برايم. لو انا عايز اقرا اي دي ان ايه سيكونس او اي نيوكليوتيد سيكونس لازم اقراه من الشمال لليمين، من ال 5 برايم لمين؟ لل 3 برايم. تمام يا شباب. طيب ده مثال، يعني لو انا عندي السيكونس الصغير ده تي اي سي جي ده ال 5 برايم وده 3 برايم، ما دام انا كتبته من الشمال لليمين ده معناه انا مش هسال ولا هكون كونفيوزد. ليه؟ لان انا دايما معروفه قاعده كده معروفه، اي ساينتست هيجي يتكلم ويكتب اي قواعد نيتروجينيه لازم يكتبها من الشمال لليمين، 5 برايم لمين؟ لل 3 برايم اند. تمام يا شباب. طيب الفوسفودايستر بوند ده اهي ممكن طبعا تتكسر خلاص، ولما هتتكسر مش هتتكسر كده بسهوله، هتتكسر عن طريق كيميكالز تريتمنت او ان يكون في بعض الانزيمات اللي هي النيوكلييزس هتعمل لنا ايه كليفج للفوسفودايستر بوند. لكن لو انا هنسميها مثلا لو هو اللي هيشغل عليها دي ان ايه، لو فوسفودايستر بوند دي اللي هتتكسر موجوده في الدي ان ايه دي بنسميه ديوكسي رايبونيوكلييز. اما لو الفوسفودايستر بوند اللي موجوده في الار ان ايه دي بنسميها رايبونيوكلييز، ودي ان شاء الله هنجي لها بعدين. طيب ايه هي النيوكليوتيدز اللي موجوده؟ زي ما انا قلت في الشريحه اللي قبل كده موجود عندي هنقسمهم كده الامبريلا، عندنا حاجة اسمها بيورينز وعندنا حاجة اسمها بيريميدينز. البيورينز دي بتكون عبارة عن اتنين حلقتين تو رينجز، واحدة منهم سداسية واحدة منهم خماسية، وعندنا البيريميدين رينجز بيكون حلقة سداسية واحدة بس حلقة سداسية. في
في اختلاف عندي ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. ازاي؟ قال لك ان الدي ان ايه والار ان ايه البيورينز واحده، ده في ادينين وده في جوانين. اما في حاله البريميدينز لا بتختلف بقى، تيجي تبص تلاقي الار ان ايه فيه مين بس، فيه سيتوزين وفيه يوراسيل بس. اما في الدي ان ايه بيحتوي على الثيمين والسيتوزين، معناها ان عندي الثيمين ده هو مكان مين، اليوراسيل فين في الار ان ايه. هل هما دول بس القواعد النيتروجينيه اللي موجوده؟ قال لك لا، في بعض القواعد النيتروجينيه اللي هي الانيوجوال. لو انت تفتكر برضك في الامينو اسيد كنا بنقول بعض الامينو اسيد بيكون انيوجوال، تمام. طب ايه هو الانيوجوال نيوكليوتيدز؟ قال لك ان احتمال تكون السيتوزين دي محطوط عليها مثلا مجموعه مسير عند مثلا الان رقم 4، او اليوراسيل محطوط عليه حاصل له داي هيدرو يوراسيل، حاصل له ايه اللي هو الاختزال عند الكربون رقم 5 بين الكربون 5 والكربون رقم 6، او الادينين يحصل له يتحط 2 ميثايل جروب يبقى داي ميثايل ادينين عند النيتروجين رقم 6 ونيتروجين رقم 5، تمام يا شباب. طيب ايه فايده وجود الانيوجوال نيوكليوتيدز دي؟ يعني ما سبحان الله من موجود سيتوزين ليه يتكون اسيتين سيتوزين، ليه يتكون داي هيدرو يوراسيل، ليه يتكون داي ميثايل ادينين؟ قال لك وجود الانيوجوال نيوكليوتيدز دي بتساعد على بعض الانزيمات ما تقدرش تتعرف على النيوكليوتيد وتشتغل الا اذا كانت موجوده في الصوره دي، في الحاله دي، او تحميها من الكليبج او الديجراديشن عن طريق اذر انزيمز. يعني مثلا في انزيمات تروح تكسر مثلا السيتوزين، ولكن لو لقاته في صوره الاسيتيل ما توقف، ما تقدرش تكسر، تمام يا شباب. طيب لازم نبقى عارفين ان في فرق ما بين الشجر اللي موجود في الدي ان ايه والار ان ايه. طبعا احنا عارفين وده من ايام الهاي سكول، ان عندنا في الار ان ايه بيبقى الشجر او البنتوز الشجر اللي موجود السكر الخماسي اللي هو الريبوز، وده قلنا برضو في الايه في محاضرات الكربوهيدرات. ولو عند الكربون رقم 2 دي حصل عندها نزع للاكسجين فبنسميها 2 ديوكسي ريبوز. عايزاك تفهم حاجة معينة، ان لو الريبوز ده هو اتصل بالنيوكليوتيد، اتصل بالنيوكليوتيد، اتصل سوري يا شباب، اتصل اللي هي القاعدة النيتروجينية اللي هي البيورينز او البيريميدينز، دي بنسميها نيوكليوزايد، بنسميها نيوكليوزايدز. طيب يبقى انت هنا عندك شجر وعندك بيورين او بيريميدين، تمام، وعند الكربون رقم 5 مفيش فوسفات، في الحاله دي بنسميها نيوكليوزايد. اما لو هنشوف بقى في الشرائح اللي بعد كده، لو بدا تم اضافه الفوسفات عند الكربون رقم 5 دي بتتحول بقى من نيوكليوزايد لنيوكليوتايد. اتمنى انكم واخدين بالكم من الفرق ما بينهم. طيب لو احنا جينا نبص هنا هتلاقي عندك هنا في ارقام عند الشجر وارقام عند البيورين او البريميدين اللي هي النيتروجينس بيزس. النيتروجينس بيزس دي هتلاقي ترقمها 1 2 3 4 5 6 وزود داش، مفيش كده داش فوق كده فوق الرقم. اما في الشجر علشان اعرف وافرق ما بين انا بتكلم على الكربون رقم 3 اللي هي في الشجر ولا الكربون ولا الكربون رقم 3 الكربون مثلا، هنقول مثال تكون متماثله وليكن مثلا الكربون رقم 2 اللي موجوده في الشجر او الكربون رقم 2 اللي موجوده في النيتروجين سبيس. قال لك لازم تفرق بقى انك ازاي، لما تيجي ترقم الشجر حط بس عند الرقم حط فوقه ايه داش فوق، بس الداش دي بننطقها ما بنقلهاش 1 داش، بننطقها 1 برايم، بننطقها 1 برايم، تمام يا شباب. فترقيم الشجر طبعا هو علشان خماس الاتومز، فمن 1 لحد 5. اما في النيتروجينس بيزس اذا كانت بيرميدينز او بيورينز، البيرميدينز بتكون من 1 لحد 6، اما بالنسبه للبيورينز بتكون من 1 لحد كام؟ 9، تمام يا شباب. لازم نبقى عارفين ان الشجر لما بيتصل بالنيتروجينس بيز بيكون ما بين الكربون والنيتروجين، نيتروجين نمبر 1 في البيرميدين ونيتروجين نمبر 9 في البيورينز.
طب البوند اللي اتكونت ما بين كربون ونيتروجين دي بنسميها ايه؟ ان جلايكوسيديك بوند. تذكروا بقى، فاكرين الشجر كنا بنقول الشجر مع الشجر بيتصلوا مع بعض المونوساكرايد مع المونوساكرايد عشان يديني داي ساكرايد عن طريق او جلايكوسيديك بوند اللي ما بينهم اكسجين، لكن هنا عندنا مين؟ كربون ونيتروجين، فتسمت ايه بقى؟ ان جلايكوسيديك بوند. واتمنى انكم ايه تكونوا واخدين بالكم من الفرق ده. طيب زي ما احنا قلنا بقى، لو تم بقى بدأنا نضيف فوسفات جروب عند الكربون رقم 5، يبقى احنا بدأنا نتكلم نقول على ايه؟ نيوكليوتايد، او نسميها ريبونيوكليوزايد مونوفوسفات، ريبونيوكليوزايد دايفوسفات، لو اتضاف اتنين ريبونيوكليوزايد ترايفوسفات. تمام يا شباب؟ البوند ما بين اللي هي الفوسفودايستر اللي هي البوند ده هي بنسميها هاي انرجي بوند، دي لما بتتكسر بتدي انرجي عالية جدا. طيب ده احنا اتكلمنا على ستراند واحد من الدي ان ايه. طب هل الدي ان ايه موجود في الخلية في صورة سنجل ستراند؟ قال لك لا، ده موجود في صورة دبل هيليكس. يعني ايه دبل هيليكس؟ فاكرين البروتين الالفا هيليكس؟ تمام، الالفا هيليكس كان اونلي وان بولي بوبتايد بتلف حوالين نفسها. لا، ده بقى دبل هيليكس. دبل هيليكس يعني اتنين، يعني انا عندي ستراند ومعايا ستراند تاني، الاتنين خطين، وواحد مثلا تقول واحد لونه بينك، واحد مثلا لونه بلو، والاتنين بيلفوا حوالين بعض. تمام يا شباب؟ طيب لازم نبقى عارفين ان الدبل هيليكس دول لهم صفات معينه. ايه هي الصفات دي؟ قال لك ان هم بيكونوا انتي بارالل. يعني ايه انتي بارالل؟ وان اند بيكون 5 برايم وقصادها يكون 3 برايم، يعني واحد من الاتجاه 5 ل 3، واحد التاني من 3 برايم ل 5 برايم. تمام يا شباب؟ لازم نبقى عارفين وهنتكلم بعد كده ان اللي هما الاتنين متثبتين قصاد بعض عن طريق بيز بيرنج، في 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 بيرنج وتزاوج حصل ما بين النيتروجين سبيسز اللي جوه. السيتوزين ترتبط مع الجوانزين عن طريق 3 دبل بوند 3 هيدروجين بوند، اما الاي مع الادينين مع الثيمين بترتبط بمين؟ باتنين هيدروجين بوند. شايفين الخط اللي هو المنقط ده اهو، الداش ده اهو اللي هو الاكسس، اكسس بنسميه الاكسس اوف سيمتري، اللي تتخيل كده كان فيه عمود هنا او عصايه وبتلف حواليها الايه الدي ان ايه. اللفه بتاعت الدبل هيليكس دي بتخلق لينا حاجتين اتنين، حاجه اسمها الماينور جروف والميجر جروف. الماينور جروف من اسمه اصلا نارو ضيق، اما الميجر جروف ده الكبير. طيب دول بيعملوا ايه؟ قال لك بيجي بقى ساعه ما تيجي تحصل ترانسكريبشن مثلا او ريبليكيشن، احنا بعض البروتينات بتحتاج تيجي تقف هنا وترتبط هنا. ترتبط ليه؟ عشان تعمل ريجوليشن للجين اكسبريشن. وقال لك مثال ان الماينر جروف او الميجر جروف دول ممكن بعض الانتي كانسر دراجز اللي هي بتموت خلايا الكانسر اللي هي الخلايا السرطانيه، ممكن تقتل الخلايا عن طريق ان هي تروح ترتبط بمين؟ بالميجر جروف او المينر جروف، such as مين؟ الدي اكتينومايسين بيرتبط بمين؟ بيرتبط بالنارو جروف، فبيوقف مين؟ الريبليكيشن بتاع الخليه، والخليه بتموت، الخليه السرطانيه وتموت. طيب البيس بيرنج زي ما احنا قلنا، البيس بيرنج قلنا ان الاي بترتبط مع التي باتنين هيدروجين بوند، والجي مع السي بثلاثه هيدروجين بوند. فنفهم من كده ان لو انا معايا الاستراند ده وعارف السيكونس بتاعه، انا هتوقع على طول الكومبلمنتري بتاعه المكمل له، ما انا دايما عارف ان الاي بيرتبط قصادها تي. لو انا معايا الجي وعارف انها جي، يبقى انا هتوقع ان اللي قصادها هيبقى سي اند سو اون. معناها بقى ان احنا بنطبق حاجه اسمها تشارجوفز رولز، قاعده تشارجوفز. بتقول قاعده تشارجوفز دي ايه؟ قال لك عدد الادينين لازم يكون ايكوال لمين؟ للثيمين. ايوه طبعا، لان مفيش ادينين من غير ثيمين قصادها. عدد الجوانين ايكوال لعدد مين؟ السيتوزين. تمام يا شباب؟ وطبعا ان جنرال هنقول ان عدد البيورينز لازم يكون عدد الايه؟ البيريميدينز. طيب احنا عارفين بقى ان موجود الدي ان ايه ده، الدبل هيليكس دي، هل هي موجوده في فورم واحده ولا في اكتر من فورم؟ قال لك لما بيجي يلف اللفه بتاعته دي، احتمال يلف ناحيه اليمين، في الحاله دي بيديني بي فورم، بنسميها بي فورم.
لكن لما يجي يلف ويلف ناحية الشمال دي بنسميها زي فورم. طب احنا الدي ان ايه بتاعنا، الكروموسوم الدي ان ايه موجود في انهي صورة؟ موجود في صورة البي فورم. طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ قال لك وليكن شايفين الترن دي يا شباب، شايفين الترن ده فيها كم نيوكليوتيد؟ قال لك موجود فيها حوالي 10. اما في الزي فورم بيكون اللي موجود هنا اهو بيكون حوالي 11 نيوكليوتيدز بير تيرن، يعني كل لفه فيها كام؟ 11 في حاله الزي فورم. اما في حاله البي فورم بيكون في ايه؟ 10 نيوكليوتيدز. في حاله البي فورم بيكون التو ستراندز بيكونوا بيربنديكولار، يعني عموديه على الاكسس اللي احنا كنا بنقول نتخيله ان في عندي زي عصايه كده اللي هو الاكسس اوف سيمتري. طيب قال لك لو حصل ان انت نزعت شويه ميه من الدي ان ايه، نزعت شويه ميه فبيحصل تلت وعوجاج في الاستراكشر بتاع البي فورم، ولكن مازال على الرايت هاند سايد، فبنسميه ايه؟ الاي فورم. هنا بيحتوي على كم قاعده نيتروجينيه؟ قال لك حوالي 10.7 باين او حاجه زي كده، حوالي 11 حوالي 11 بير تيرن، مختلفه عن مين؟ عن البي فورم اللي كنا بنقول فيها 10، ولكن نتيجه سحب الميه زاد النيوكليوتيدز في التيرن فبقت 11، بقت 11. تمام يا شباب؟ طيب الكونفرميشن دي ممكن نلاقيها فين؟ هل في الكروموسوم الدي ان ايه؟ قال لك لا، ده موجوده في احتمال ان ما يكون الدي ان ايه ملتصق بار ان ايه، المفروض دي ان ايه يبقى ملتصق بدي ان ايه، قال لك لا ده دي ان ايه وملتصق بار ان ايه، او ان في ار ان ايه ملتصق بانظر ار ان ايه، كانهم هيعملوا دبل ستراند، وهو اصلا الار ان ايه المفروض يبقى سنجل ستراند. تمام يا شباب؟ ده الزي فورم اللي احنا قلنا عليها. الزي فورم بتكون ليفت هاندد، القواعد النيتروجينيه اللي موجوده فيها بيرتيرن، انا بعتذر انا قلت في اول الجزء ان احنا هي 11 لكن ولكنها بتكون عباره عن 12 بيرتيرن، يعني اعلى كمان درجتين عن البي فورم. طب هي امتى موجوده؟ هل دي طبيعيه؟ قال لك لا ما بتبقاش طبيعيه، ولكن بتبقى موجوده لو حصل ان الدي ان ايه السيكونس بتاعه جه هنا في السيكونس جي سي جي سي جي سي جي سي جي سي تو ماتش، فتقوم عامله الايه الزجزاج بقى، صوره مين؟ الزجزاج في الاستراكشر، فبتدي الزي فورم. اخر جزء معانا في المحاضره دي اللي هو الاستراكشر بقى بتاع الار ان ايه، هيعتبر اصلا ريبيت لمين؟ للدي ان ايه، وبعد التنبيهات بس. طبعا احنا قلنا ان الار ان ايه القواعد النيتروجينيه بتاعته عباره عن ادينين ويوراسيل وجوانين وايه وسيتوزين. تمام، دي قلناه في الجزء اللي قبل كده، لكن انا دلوقتي بتكلم على الفورمز بتاعته، التايبز بتاعته اللي موجوده فين؟ في الخليه. الخليه بيبقى موجود فيها ثلاث انواع، عندي ترانسفير ار ان ايه، رايبوزومال ار ان ايه، وعندي ميسنجر ار ان ايه. هنتعرف على كل واحد منهم كده بكلمتين بساط. الرايبوزومال ار ان ايه، الرايبوزومال ار ان ايه ده بيعتبر موجود في السيتوبلازم، مرتبط ببعض البروتينات خلاص عشان تكون حاجه اسمها الرايبوزوم كومبلكس. الكومبلكس ده انا بحتاجه ليه؟ بحتاجه اثناء البروتين سينسز او الترانسليشن. الرايبوزوم الار ان ايه بيبقى ما بيتصنع بيبقى 1 ستراند طويل كده، وبعد كده بيتقطع. بتقطع لإيه؟ بتقطع لتلاتة سبيشيز. السبيشيز دول بيختلفوا في السايز وفي الشيب والكونفورميشن، 23S أو 16S أو 5S. طب دول موجودين فين؟ في البروكاريوتكس زي البكتيريا. أما الإيكاريوتكس بيكون متقطع لكام؟ لأربعة سبيشيز، 28 18 5.8 و 5S. ايه هي الاس دي؟ عباره عن سبيدبرج يونت، اليونت او الوحده اللي بترمز لمين؟ للويت او الشيب الخاص بمين؟ بالرايبوزوم. طب الرايبوزوم الار ان ايه ده بيمثل قد ايه؟ قال لك حوالي 80%، 80% من الار ان ايه اللي موجود في الخليه كلها. تاني نوع مين؟ اللي هو ترانسفير ار ان ايه. بيعمل ايه؟ من اسمه كده يا شباب ترانسفير يعني بينقل. الترانسفير ده بيعمل ايه؟
هو الاول السايز بتاعه من حوالي مثلا 74 لحد 95 نيوكليوتيد في السايز، يعتبر اصغرهم. السايز بتاعه بيكون according to Svedberg unit 4S. الريبوزوم الار ان ايه كان اصغر حاجه فيه كان 5S، اما ترانسفير ار ان ايه بيكون 4S. بنحتاجه في ايه؟ بنحتاجه اثناء الترانسفير بتاع الامينو اسيدز اثناء البروتين ترانسليشن، تمام. كل ترانسفير ار ان ايه بيرتبط بسبيسيفيك امينو اسيد. طيب بتمثل حوالي قد ايه؟ طب احنا الريبوزوم الار ان ايه كنا بنقول بيمثل 80% من كميه الار ان ايه اللي موجوده في الخليه، قال لك بيمثل حوالي 15% من التوتال ار ان ايه اللي موجود جوه الخليه. تلاحظوا كمان ان ترانسفير ار ان ايه اليوراسيل اللي موجود فيه بعض القواعد النيتروجينيه اللي هي ايه؟ unusual nitrogenous bases او nucleotides such as مين؟ قال لك اليوريدين بيحصل بيتكون مكانه مين؟ بيزيدو يوريدين، اللي هو اليوريدين اللي هو عباره عن اليوراسيل متصل بالريبوز فاسمها يوريدين، فبيتكون مكانها مين؟ بيزيدو يوريدين. البيزيدو يوريدين ايه الاختلاف ما بينها وما بين اليوريدين؟ شايفين عند النيتروجين رقم الترتيب بتاع القواعد النيتروجينية، حتى الكربون متصلة بدل ما تتصل بالنيتروجين نمبر 1 اتصلت بكربون، بدل ما تكون ان جلايكوزيديك بوند بقت ان كربون مع كربون، تمام يا شباب. طيب الترانسفير ار ان ايه قلنا بنحتاجه علشان ايه؟ علشان ينقل مين؟ الامينو اسيدز. لو احنا جينا نبص هنا ده الاستراكشر بتاعه عامل زي الكليفر ليف، اللي هي عامل زي ورقه الكليفر، ورقه كده من ورق النباتات. بيكون من تحت هنا كده عنده مكان بيرتبط بيه، بيتعرف على السيكونس اللي موجود على المسنجر ار ان ايه، وفوق هنا بيرتبط الامينو اسيد اللي مترجم من مين؟ من السيكونس بتاع المسنجر ار ان ايه. دي تفاصيل بقى في بروتين ترانسليشن، ولكن بس كتوضيح كده ان هو بينقل ايه؟ كاري ترانسفير كاري الامينو اسيد. طيب اخر واحد فيهم بقى اللي هو مين؟ المسنجر ار ان ايه. ايه هو المسنجر ار ان ايه بقى؟ قال لك المسنجر ار ان ايه ده بقى يمثل فقط 5% من مين؟ من الار ان ايه اللي موجود في الخليه. السايز بتاعه ممكن يبقى الرينج بتاعه من 500 ل 6000 نيوكليوتيدز، ماشي. بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ هينقل طبعا لما بيجي يحصل الدي ان ايه يحصل له ترانسكريبشن، قلنا في الاول اللي هي سنترال دوجما، بتتنقل في صوره تتنسخ في صوره ار ان ايه. ايه هو الار ان ايه ده؟ انهي نوع من الار ان ايه؟ المسنجر ار ان ايه، مش الترانسفير ولا الريبوزوم الار ان ايه، ولكن بتتنسخ ترانسكريبت لمين؟ للمسنجر ار ان ايه، تمام يا شباب. الاستراكشر بتاع المسنجر ار ان ايه ده فيري يونيك الصراحه، حاجه يعني سبيشال خالص. ايه هو؟ قال لك بيميز عنده الفايف برايم اند دي، يعني بيكون موجود حاجه اسمها كاب، اسمها كاب. كاب دي عامل زي الطاقيه كده، الطبقيه دي عباره عن ايه؟ بتحتوي على 7 ميثايل جوانزين علشان تحميه من الديجراديشن من بعض الانزيمات. معناه هو ان حصل unusual nucleotide. الجوانزين عند السبعه فيها ايه؟ ميثايل جروب. في نفس الوقت عنده في حاجه هنا تيل هنسميها ديل، التيل ده التيل موجود عند 3 برايم اند، بيحتوي على بولي ادينين. بولي ادينين تلاقي ايه 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 ممكن توصل لحد 500 نيوكليوتيد كلهم ايه، تمام. بيتقرأ من انهي اتجاه برضك؟ من ال 5 برايم لمين؟ لل 3 برايم. ويعتبر كده احنا خلصنا الكيمستري بتاعه النيوكليك اسيد، وان شاء الله المره الجايه المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الميتابوليزم الخاص بمين؟ بالنيوكليك اسيدز. ولو احتجتوا حاجه بلغوني، والسلام عليكم.